في اعتقادك ان في تجربه مريتي بيها اشرتي لها تفصيلا في كتابك، انت كنت بتشتغلي في مؤسسه كبيره عريقه وبدون سابق انذار برضو، طلبوا منك انك تسيبي الشغل، وده حسسك بانه قلبك مكسور ونفسك جدا جدا. عايزه اقول لك انا طول عمري بشتغل، وانا مش سيده اعمال، انا سيده عامله زي معظم الناس اللي قاعدين بشتغل وباخد دخلي من مرتبي، وما بشتغلش حاجه ابدا ما بحبهاش. فانا كنت مصدقه جدا في القصه دي، وقعدت فيها 8 سنين. لما فوجئت بالقرار ده، عارفه ما فهمتش ليه. فقالوا لي علشان حاجه ملهاش علاقه بالشغل خالص. فقلت لهم بس انا بحب الشغل ده، وإذا كنتوا انتوا شايفين يعني بتخيروني، انت دلوقتي جالك تعيين في البرلمان، بتخيروني بين مجلس النواب وبين استمراري، لا انا هختار المؤسسه اهم من مجلس النواب. فقالوا لي لا بس احنا مش عايزينك معانا، كان في 2 كده، لا مش عايزينك معانا. فقلت له يا فندم طب يعني عارفه كان كتير عليا، انا ندمت بعد كده تستجدي حد كتير عليا. فدموعي نزلت، وقلت لهم طب جربوني 6 أشهر اعمل ده وده، ولو فشلت انا اللي همشي، انا يبقى لكم حق. عارفه يا منى قاعده كاني قدام ناس لابسه وجوه من التلج، يعني دموعي يعني اللي هي عزيزه اللي هي جداً. عزيزه بصي انا الحمد لله طول عمري مخلصه في شغلي، مش عايزه حاجه من حد، ومش عايزه حاجه من حد. الناس بتحترمني، وانا بعامل الناس، متعلمه من والدي ان انا عامل الناس يعني انا بعامل الناس كما احب ان يعاملوني. من اول الاوفيس بوي او الفراش اللي في المكتب دايما اقول لو سمحت ومن فضلك وحضرتك، والحمد لله عمري ما كان عندي مشاكل. فما صدقتش والله يا منى زي ما انت بتقولي، انا حسيت وانا قاعده كان حد دب سكينه في صدري، كان في الم عضوي يعني عارفه، مش بس مصدومه. وفضلت يعني هعمل ايه يعني زوجي حتى لمني بعد كده قال لي بتتحايلي يا انيسه؟ قلت له عشان ده كان مشروعي وحياتي، كنت سعيده بيه ومصدقه فيه، ولغايه دلوقتي مصدقه الاشخاص، ما لومش عليهم العمل الجميل اللي بيتعمل. واللي ما صدقتوش ان في الاخر بعد ما قالوا لي الكلام ده، طب ننزل ناكل نتعشى ناكل حاجه مع بعض. ايه ده؟ يعني عارفه اللي هو لما يعني ازاي تقدروا تقولوا لي يعني عارفه يا استاذه انيسه حسونه، احيانا يعني الناس اللي عندهم فرط حسن نيه تجاه الاخرين وتجاه الدنيا بتبقى صدمتهم اكبر شويه. يعني لانه ما بيبقاش مخاوم، ما بيبقاش متوقع، ما بيبقاش الدنيا حسابات خالص. بس